الترور والإرهاب اللي كيهدد السلامة ديال المواطنين. خلاص العين تتمشي في المرة. عاشوراء في عرف المغاربة مناسبة تطبعها مظاهر احتفالية. تتنوع هذه المظاهر بين اقتناء هدايا للأطفال أو شراء آلات إيقاع موسيقية كالتعارج مثلاً وتحضير أشهر الأطباق الشعبية. لكن في الآونة الأخيرة أخذت مظاهر الاحتفال هذه مساراً أكثر عنفاً، حتى صارت أقرب إلى أعمال شغب وحرب شوارع. رعب، شغب وأعمال جنونية مرتكبها أطفال ومراهقون جامحون حولوا دروب الحي والشوارع والأزقة إلى ساحة قتال. جرى أخيراً تطبيق قانون يعاقب بالسجن كل من يقتني أو يروج للألعاب النارية، وقد يسجن من سنة إلى 5 سنوات كل من خالف القانون. ورغم المنع ما زالت هذه الممنوعات تروج في الأسواق. هذه شيء نصف اليوم كم هذه 40 مخرج 40 درهم هذه غير عادية، هذه كتلقى لون راجل هذه ماشي نصف اليوم مغربي كسلعوا هنا كسلعوا شيء كويزا خلاك الله فيك 16 كويزا. كان من السهل على فريق البرنامج اقتناء هذه الألعاب النارية وبعضها شديد الخطورة. هذه الفلام ولا شنو؟ هذه برنامج وين؟ سميت هذه سميت هذه بومباردي سميت هذه؟ كي تقول لها داعش هذه داعش؟ اه هي داعش هذه ديال العام اللي فات هذه اللي خرجت في العام دوك راه احتفظت لي يوم السوري هذه خفينا من العام اللي فات وبردت في السماء واش بغيت شي بلاد الله يديك راه راني نوريك الدار ومالاش داير لها السلوك انا غادي يا تتشعل وجد السلاح اللوحة لا حطي شي راه هادشي هادشي 40 درهم وصوب معاه شنو قلت ما نجيبوش الثمن مزيان شوف الا بغينا الثمن الجملة شحال بغينا شي بكية مثلا بكية بحال شحال الثمن الجملة شحال طلبنا من المراهق شراء كميات أكبر فتوجه بنا إلى محل جزار يبيع هذه الممنوعات في الخفاء بعيدا عن أعين السلطات. انت ما قطعتك يعني علاش عطاك انت بدا السلعه بزاف راه ماشي اليوم من لا ماشي قيصر من شحال من تعامل ثقه تليفون وكدا عاد كيطلع كنمشي بالليل مش ضرنا راه ما عنديش مشكل كي كان ديك الساعه هادشي ما كانش شحال هادي هادشي كان بلا لا ريش دابا هاد القضيه واحد شحال من سنه دابا دابا راه 3 سنين تابع انا الفكره نقصد القضيه 3 سنين الزيارة القضيه ما كنتي على لا اللي كنطلب لك تخرجوا بار. قنابل مختلفة الحجم تتشارك الخطورة نفسها يلعب بها الصغير والكبير دون حسيب أو رقيب. قام فريق البرنامج بتجربة بعض هذه المفرقعات وكانت هذه هي النتيجة. إذن مواد خطيرة يكون معظم ضحاياها من الأطفال وغالباً ما تكون الإصابات على مستوى العين. بالنسبة للألعاب النارية تتسبب في بزاف ديال المشاكل بالنسبة للعين. كاين هذه الحالة ديال واحد كان تيلعب واحد هذاك صاروخ كان تيلعب مع أخاه شعلو وديك الصاروخ تضرب في العين ياك ونتج عليه هاد الجرحه ديال القرنيه ومما ادى الى واخا خيطناها ابخي ما طلعش شوف كيف كان هذه تفرقعات العين
سبب واحد القنبول، حاجات اخرى يمكن تيسيل الدم تحت فوق الملتحمات العين. هذه الطفيفه هذه دغيا تقدر ترجع زعما تيدخل تيتحل المشكل. كاين هذه الحاله بحال دابا القزحية تتقلع من بلاصها والعدسة تتحرك من بلاصها. هادو ما قديناش نغرزوها وشنو درنا، تنخويو العين وتنعوضوها بواحد لابي. وإضافة إلى ما سبق، تتسبب هذه المفرقعات في إشعال حرائق بمنازل أبرياء دون سابق إنذار. تشعلون ميشو لو أوكر واحد النهار هذاك منين ضلني كنتو هذا نادو شعلوا ميشيو نادو لو على هذا وانتم تخاصموا عليهم هذا فلوس حوايج 10 وين ما طاحت ريحه الميش عمي هي اللي تلاحق فينا تلاحق يبقى لاطراس يجيبوا الميشي كيلو. قلنا انت تسمع في دارك بوك شنو تحب كابوطه قطرتك تسمع قطرتك بالجيت. انا مشيت جيت جريت للدار ما عجبتش باش تطفي العافيه. حجم الضرر الذي تخلفه هذه الألعاب النارية يدفعنا للتساؤل عن مصدرها، وكان الجواب في درب عمر بالدار البيضاء وتحديداً في الزقاق المعروف محلياً بزنقة اليهود. هناك وجدنا أطفالاً ومراهقين يعرضون أنواع مختلفة من المفرقعات للبيع علناً. لنكتشف فيما بعد أنه مجرد صلة الوصل الوحيدة بين تجار الجملة الذين يعملون في الخفاء ومشترين محتملين. هي هاد متركين وحدها كتفزع هادي شحال كتشحال خصنا غير هاد الأشياء الوردة هؤلاء التجار حسب مصدر خاص من درب عمر يقتنون البضاعة من مسؤولين نافذين وصفوا بكونهم فوق القانون، يستوردونها بكميات كبيرة من دول آسيا وتحديداً الصين ودول أخرى كإسبانيا. عن هذه الألعاب وخطورتها يحدثنا أكثر أيوب كرير رئيس جمعية أكسجين. خلال الجولات التي قامت بها الجمعية أو بالإضافة إلى الحديث مع مختلف الأطفال اللي كيشتريوا هذه المنتجات، هناك أصناف مختلفة بأنواع بأسماء تكاد تكون غريبة. هناك مثلا طيارة، نحلة، زيدانية، ميسي، هناك يعني تسمى بحسب بعض اللاعبين أو بعض الرموز حسب هوا بعض الهواة ديال هذه المفرقعات. أخطر هو أغلاها ثمنا وأكبر حجما، وبالتالي ما كاينش هناك كلهم المواد هذه كلها خطيرة، فما عندناش ما كنصنفوش حسب خطورة ولا كلها يجب حظرها وإيقاف تصديرها. وبالاضافه الى ان هناك مواد تصنع محليا يعني يتم صنعها من طرف بعض الاطفال والمراهقين، بحال بعض المواد اللي كتكون عباره عن قنينات زجاجيه كتمتلئ بالماء القاطع، بالاضافه الى مواد حديديه والومنيوم، فيتم الانفجار التي تحدثه هذه القنينات المستعمله يدويا او المصنوعه يدويا محليا هي اخطر بكثير من المفرقعات التي تشترى. رغم خطورة حمض الهيدروكلوريك المعروف عند المغاربة باسم الماء القاطع، استطاع أحد المراهقين المشاركين معنا في التصوير شراء هذه المادة الحارقة بسهولة ودون أي مشاكل. هذه الممارسات غالباً ما تتسبب في حوادث تؤدي إلى الإصابة بحروق وجروح، وأحياناً تؤدي إلى فقدان حاسة البصر. كاينين بعض الدراري تيشدوا قرعة ديال سيدي علي تيعمروها بالألومنيوم والمسامر تيزيدوا عليها الماء القاطع. هذا الماء القاطع
المسار ولا الالومنيوم تيدير واحد رياكسيون كيميك تيتفركع. ديك التفركع الا كان واحد قريب له تيوقعوا مشاكل في العين. هذوك المسامر ولا الالومنيوم تيطاروا على العين تيعطيو واحد تيدير واحد المشاكل بحال هاد السيد تخلو مسمار في قلب عينيه ياك ولا العين تتبحال دابا تتقسم على جوج وتخرج القزح اللي تتخرج. كاين بعض الدراري تيشدو النفاخات وتيعمروها بالماء بجافيل وتيلوحوها على الناس باش يخسروا لهم حوايجهم وتيحسبهم ضحك. شي مرات يمكن هذيك النفاخة اللي عامرها بجافيل يمكن تقيس العين. وكاينين شي ناس وحدة اخرين وصلت بهم الجرأة يلوحوا الماء القاطح على الناس ويعطي بحال هاد الإصابات ديال الجلد اللي ديال الوجه وخلاص العين تتمشي في مرة. هنا يطرح سؤال حول مدى تفعيل الإجراءات اللازمة في المراقبة من طرف الأجهزة المختصة. نحن والسلطات والجماعات الترابية والوزارات المتدخلة كلنا شركاء باش نوقفوا هذا النزيف ويتم الحد واستئصال هذا الخطر اللي كيأرقنا وكيهدد السلامة والطمأنينة ديال المواطنين. هذه السنة الثانية اللي كنقوموا بها بمراسلة سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي لازلنا لحد الآن لن نتلقى أي جواب. رسلنا هذه السنة وسيد وزير الداخلية ما زلنا ننتظر جواب لم نتلقى إلى حد الآن أي جواب. في ظل كل هذه الأوضاع قد تتحول عاشوراء التي يتغنى بها في الموروث الشعبي المغربي إلى رثاء إن ظلت مظاهر الاحتفال العنيفة هذه خارجة عن السيطرة.